بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الناس أجمعين، سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد رسول الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حديث اليوم عن حدث من أحداث السنة الثامنة من الهجرة، وهو من الأحداث العظيمة في التاريخ الإسلامي، بل لعله من أعظم هذه الأحداث. هذا الحدث الذي يعتبر مرحلة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية، هذا الحدث الذي ترتب عليه سقوط راية الشرك في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام من ذاك اليوم إلى يومنا هذا، وستظل إن شاء الله تعالى إلى آخر الزمان. هذا الحدث هو فتح مكة المكرمة. مكة المكرمة، تلك البلد التي هي أشرف البقاع وأحب البقاع إلى الله تعالى، تلك البلد التي حوت بيت الله الحرام، هذا البيت الذي هو قبلنا من مشارق الأرض ومغاربها، هذه البلد التي خرج منها رسول الله عليه الصلاة والسلام مهاجراً وقد ضيق عليه، ووقف ينظر إليها ويبكي وهو يقول: إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. مكة المكرمة الأحبة كانت تتوق نفس النبي عليه الصلاة والسلام إلى فتحها، وكان يتمنى ذلك ويتطلع أن يحصل ذلك، كان عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى ذلك ويتمنى أن تفتح مكة وأن تؤول إلى حضن الإسلام. ولكنه بينه عليه الصلاة والسلام وبين قريش معاهدة تلزمه بعدم الحرب مع قريش لمدة 10 سنين. هناك معاهدة أبرمت وهي صلح الحديبية قبل 2 فقط، كانت في السنة 6 من الهجرة، ومن بنودها أن تضع الحرب أوزارها عملاً بالأخلاق التي تعلمها وأمره بها دين الله تعالى. ولكن سبحان الله، إذا أراد الله أمراً هيأ له الأسباب، إذا أراد الله أمراً هيأ له الأسباب. جاءت أسباب فتح مكة وفتح هذا الطريق من غير أن يتوقعه المسلمون، كما أن الله جل وعلا يرزق من يشاء بغير حساب، وكما أنه يهب الذرية للعبد من غير ما يتوقع، وكما أنه قد يرزق العبد بالعافية من غير ما يتوقع. والله تعالى أحياناً ينصر عباده من دون أن يحتسب ومن دون أن يتوقع. مثلاً في يوم بدر المسلمون كانوا يكرهون لقاء العدو، ما كان يعني يحبون حصول الحرب، وإنما كانوا يريدون القافلة من غير يعني حرب مع القوم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. كانوا يكرهون اللقاء، ولكن يقدر الله اللقاء ويأتي فيه النصر من غير ما كان المسلمون يتوقعون. صلح الحديبية المسلمون كانوا يعني يكرهون ذلك، هذه البنود التي كانت فيه ما كانوا راضين عنها، ويقدر الله تعالى أن يكون هذا الصلح فتحاً مبيناً. الآن أبرم اتفاق بين المسلمين وبين المشركين، الله تعالى يقدر لهذا الاتفاق أن ينقض من قبل المشركين، فييسر الله تعالى للمسلمين فتح مكة المكرمة. والسبب في ذلك أيها الأحبة أنه لما وقع صلح الحديبية كان من بنوده أن من أراد أن يدخل في حلف المسلمين دخل معهم، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل معهم، فبادرت قبيلة خزاعة ودخلت في حلف رسول الله،
عليه الصلاة والسلام. وبادرت قبيلة بكر ودخلت في حلف قريش، وسارت الأمور على هذا الأمر. طيب، بين قبيلة خزاعة وبين قبيلة بني بكر ثارات ودماء في الجاهلية. في يوم من الأيام واحد من قبيلة بني بكر قام وأساء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال كلام فيه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه وزجره رجل من قبيلة. غضبت قبيلة بكر من ذلك وتذكروا الثارات التي كانت بينهم فيه في السابق، فأرادوا أن يغتنموا هذه الفرصة وأن يغيروا على خزاعة وهم آمنين غافلين ليأخذوا بشيء من تلك الثارات، وقد حصل. والأغرب في الأمر أنهم جاءوا إلى قريش وطلبوا منها أن تعينهم، وبدلا من أن تقولهم بيننا وبين محمد عهد وميثاق وافقت أن تمدهم بالسلاح والعتاد بالليل في الخفاء حتى لا يعلم أحد، وقيل بأن بعض رجالاتها تلثم وشارك معهم، فهجموا على خزاعة بالليل وهم نائمون وهم غافلون في مكان يقال الوتير، ما يقال الوتير، فهجموا عليهم حتى قتلوا منهم حوالي 20 شخصا، واضطرت خزاعة أن تهرب وتلجأ إلى الحرم الذي هو حرم الله، ومن دخله كان آمن. سبحان الله، دخلت خزاعة إلى الحرم، بنو بكر لاحقوهم إلى الحرم، أخبروهم هذا بيت الله، هذا بيت الإله، قال قائلهم لا إله اليوم، هكذا يعني وصلت بهم الجرأة. قريش تعلم أن هذا الحرم وأن القتال فيه له حرمته، وهم من منهجهم أنهم يحمون من آوى إلى الحرم حتى ولو كان من القبائل الأخرى، لكن هذه المرة سقطوا في الامتحان لأمر قدره الله ليكون سبب لفتح مكة. طيب، حصل هذا الذي حصل، بنو خزاعة أرسلوا موفدهم سريعا إلى المدينة المنورة، أرسلوا رجلا يقال عمرو بن سالم في 40 راكبا، وانطلق سريعا حتى وصل إلى المدينة، جاء يستنجد بالرسول عليه الصلاة والسلام ويخبره بما حصل ويطلب منه النصرة. هذا الرجل لما وصل وقف وجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، مجرد وصل وقف وبدأ يتحدث، وانظر إلى الكلمات التي قالها والطريقة التي أخرجها بها، قالها شعرا وليس نثرا ولا كلام فصيح بليغ، وهذا يبين لك أهمية اختيار السفير المناسب الذي يمثل الدولة ويتكلم بلسانها ويدافع عنها ويعرض قضاياها. الرجل وقف وقال يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا جنود الله يأتوا مددا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وقتلوا وبيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، قريش أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. كلام في غاية الوضوح، في غاية القوة، في غاية الاستعطاف. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله بكلمة عجيبة. الرجل الآن جاء ويذكر ما حصل، والرسول عليه الصلاة والسلام الآن أمامه موقف صعب، احتاج إلى قرار، وهذا القرار لو ما بعد ليس بالقرار السهل، هذا القرار يعني فتح مكة، وأي مكة؟ مكة إنها يعني معقل قريش، وهي مكان وجودهم، وقريش أقوى القبائل هناك، وليس بالسهولة أن تسلم بهذه المدينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من آخر، حتى ما قال له دعنا ننظر،
قال: نصرت يا عمرو بن سلمة. كلمة من الآخر، كلمة في منتهى القوة والشجاعة، نصرت يا عمرو بن سلمة. في رواية قاله: لنمنعنك ما نمنع منه نفسي، وطمأنه لأنه سيكون معه، لكن ما حدد له متى وكيف. ويقال أن خزاعة أرسلت رجلا آخر هو بديل بن ورقاء، هو أيضا جاء إلى المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنه. تتعجبوا يا إخوان، يعني يحصل هذا الأمر بين قبيلتين كلاهما على الشرك. قبيلة خزاعة فيه من أسلم، لكن كقبيلة إلى الآن هي موجودة بمكة والغالب عليها للشرك، ولكن يقدر الله أن يحصل هذا النزاع بين هاتين القبيلتين ليكون سببا في فتح مكة المكرمة. قريش شعروا بأنهم وقعوا في ورطة وندموا على ما فعلوا، ولا ما أرسلوا سفيرا ولا رجل عادي، اختاروا قائد القوم من أجل أن يجري ويتدارك هذا الأمر. فخرج من مكة مسرعا، ويظن بأنه لم يسبقه إلى المدينة أحد، فأسرع. ويقال بأنه في الطريق لقي بديل بن ورقاء، قالوا: من أين أتيت؟ أتيت من المدينة؟ قال له: لا، كان عندي كذا وكذا وكذا وموه عليه. فلما تحركوا جاء خلفهم ووجد مكان جمالهم، ففرك البعر فوجد فيه تقريبا النوى وكذا، وعرف أنهم جاءوا من مدينة. تحرك أبو سفيان ووصل إلى المدينة يريد أن يتدارك الموقف، وجاء ونزل على بنته أم حبيبة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام. لو تعلمون هذه البنت تركت والديها وأسرتها واختارت طريق الإسلام وهاجرت مع المهاجرين إلى الحبشة، وزوجها مات هناك، ارتد وتنصر ومات، فتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرسل إلى الحبشي إلى النجاشي وأمره أن يزوجها له، فالنجاشي زوجها ودفع صداقها وبعث بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الخبر إلى أبيها، مع أنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خصومة، وتزوجت بنته من غير رضاه، لكنه قال كلمة تدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، قال: هو الفحل لا يقدع أنفه. في النهاية تزوجها ذو الراجل له مكانته، فأقرها الزواج. الآن جاء ونزل في بيت بنته، ثم ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكلمه في الموضوع، فلم يرد عليه بشيء. شفت الحسم والصرامة في الموقف حين يحتاج الأمر إلى الصرامة، ما رد عليه بشيء، لا سلبا ولا إيجابا. خرج أبو سفيان محتارا، ماذا يفعل؟ ذهب إلى الرجل الثاني في الدولة، من هو؟ أبو بكر الصديق، وطلب منه أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كلمت محمدا فلم يرد عليه بشيء، أريد منك أن تكلمه لي. قال الصديق: ما أنا بفاعل، ما بقدر. ذهب إلى الرجل الثاني في الدولة، من هو؟ الفاروق. لو لم يكن عندي إلا الذر لقاتلتكم به. تركه، ذهب إلى سيدنا علي رضي الله عنه، وجده في بيته مع السيدة فاطمة مع ولده الحسن، كان صغيرا، فطلب منه أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر له الحسن، قال له: ما أنا بفاعل، الرسول عليه الصلاة والسلام عازم على أمر أنا ما أستطيع أن أتدخل فيه. قال له، قال لفاطمة: كلمي الحسن، ولدك هذا يجير بيننا. فاطمة قال له: ابني لم يبلغ مبلغ الرجال حتى يفصل أو يجير بيننا، عندنا موضوع يتعلق بالكبار، هذا لا يزال طفلا. قال علي رضي الله عنه: بماذا تشير علي يا أخي؟ أنا محتار، يعني حتى لا أعود خائبا، هكذا قاله: بماذا تشير علي؟ قاله: أرى أن تذهب وتقف أمام الناس، تمشي، لو رسول كان في المسجد تقيف وتقول: لقد أجرت بين القوم، ثم تنصرف. قال له: هل ترى ذلك يغني عني شيئا؟ قال له: والله ما أراه يغني عنك شيئا، لكن لا أجد لك سواه. ذهب أبو سفيان ووقف أمام الناس وقال: لقد أجرت بين القوم، ثم رجع، خرج وركب جمله ورجع إلى مكة. قالوا: ماذا هناك؟ ماذا فعلت؟ قالوا: ذهب
ذهبت إلى أبي بكر فاعتذر، ذهبت إلى عمر فكان أشدهم علي فاروق، قالوا ذهبت إلى علي فأشار علي أن أقوم أمام الناس وأقول لقد أجرت بين القوم أو بين الفريقين. قاله وهل أقر محمد صلى الله عليه وسلم، هل أقر محمد ما قلت؟ لما جئت قلت أجرت بين الفريقين، هل محمد قالك موافق؟ قال لا. قال والله ما زال علي على اللعب عليك، يعني كلام أنت قلت الطرف الآخر ما وافق عليه، ما عنده أن يكون عنده قيمة. فصارت قريش في حيرة من أمرها وصارت متوجسة وتتحسب الحساب وترسل العيون لأنها تتوقع أي شيء. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يحب اتخذ قراره بفتح مكة، مع أن القرار ليس بالأمر السهل، فتح مكة ليس بالأمر السهل وقريش ليس بالقبيلة السهلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هناك عدة أمور قرأ بها الواقع. أولاً هناك جانب أخلاقي، هذه القبيلة دخلت في حلفه، والمبدأ الأخلاقي أنه يقوم بنصرتها إذا تعرضت لغدر وقد كان، فالمبدأ الأخلاقي يحتم عليه أن ينصرها. طيب هناك جانب الآن هو في السليم عنده ولم ينقض، بل الطرف الآخر هو الذي نقض، ففتحه لمكة قانونيا يعتبر ماله إجراء سليم، مكة أهل مكة هم الذين أخطأوا. ثانيا من الناحية العسكرية الواقع الآن في صالح المسلمين، المسلمين في الفترة الفارغة اللي يحب من صلح الحديبية ما زالوا في كل يوم يزدادون قوة وأعدادهم تتزايد وجيشهم يقع عكس قريش في كل يوم يتضعضعون. ولذلك لما خرجوا للحديبية كانوا كم؟ 1400. طيب لما خرجوا إلى مؤتة كانوا كم جيش؟ 3000. الآن حين يخرجون الآن لمكة الجيش خرج وعدد 10000، 10000. لاحظ هذه المدة خلال سنتين، ولنا أن نرجع قليلا ونتذكر أن بعض قادة قريش جاءوا اختيارا وطاعيه ودخلوا في الإسلام، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عثمان بن طلحة. أيضا من هذه الأشياء المساعدة أن اليهود قد انتهت شوكتهم وتمت هزيمتهم وصار المسلمون في مأمن من شرهم. المنافقون الذين كانوا في المدينة ينقلون الأخبار ويتجسسون ضعف، بينما قريش في كل يوم يتضعضعون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الخروج إلى هذه الغزوة في شهر رمضان، كان في هذا الشهر شهر رمضان، وبدأ التحرك في العاشر من شهر رمضان. جهز الناس وطلب من القبائل وأرسل إليها أن توافيه، أسلم وغفار وجهينة وعدد من القبائل فجاءته، ولذلك كان عدد الجيش كبيرا. لم يعلم الجيش بالوجه التي بالوجهة التي يريدها، جيش اجتمعوا ما عارفين ماشيين إلى أي مكان. هذه من سياسة عليه الصلاة والسلام. قيل لم يخبر إلا الصديق، يعني خاص منه. قالوا الصديق أليس بيننا وبين القوم عهد؟ قال له لقد نقضوا العهد. طيب ثم دعا الله تعالى قائلا اللهم خذ العيون عن قريش حتى نباغتهم. وكتم تحركات الجيش ولم يتكلم عن الوجهة، وسأل الله أن يأخذ عن قريش العيون حتى الجواسيس اللي بيرسلوها أو كذا ما تأتيهم بأي أنباء ولا يعرفون شيئا عن تحرك الجيش حتى يبغتهم. وكان من حكمه وراء ذلك عليه الصلاة والسلام ألا تحصل في مكة مقتلة وإسالة دماء، يريد أن يحافظ على حرمة الحرم وحرمة البيت، وأيضا يريد أن يقلل الخسائر. سبحان الله، واحد من الصحابة اسمه حاطب ابن أبي بلتعة كتب خطاب وأعطاه لجارية وداها جعل، داها مقابل، قال لها الخطاب ده تنطلق به وتسلميه إلى أهل مكة بأجرة. فالبنت أخذت الخطاب وانطلقت، فتنزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره بهذا الأمر. الرسول انتدب 3 من رجالاته، علي بن أبي طالب، زبير بن العوام، والمقداد بن عمرو. قال انطلقوا إلى روضة خاخ، مكان معين تجدون به ضعينة امرأة عندها خطاب، خذوه واتوا به.
يقال لهم خطاب مرسل استلمونها وتعالوا بها. فانطلق هؤلاء الصحابة ولحقوا بها قالوا أخرج الخطاب أخرج الكتاب. قالت لهم ما معي كتاب ما معي كتاب، وأنكر ذلك تماما. فلما أصرت على ذلك وهم على يقين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بكلام غير حقيقي يتكلم، أمرتهم أن يتحولوا عنه يعني ما يعاينوا له. ثم أخرجت الخطاب من عقاص شعرها، كان ضفرها مع ضفائرها، شفتوا كان عم دخلها كيف يعني لو فتش زاد ما بالسهولة يجدوه. فأخرجته من عقاص شعرها وسلمته إياهم، فرجعوا به سريعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة، فتح الخطاب. الخطاب ماذا فيه؟ مضمون الخطاب يدل على أن حاطب ليس منافقا، وأنه لم يرد أن يخون الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرد لقريش أن تنتصر، بل مضمون الخطاب قريش إذا قرأته ستصاب بهزيمة نفسية. قال قريش: يا معشر قريش، لقد جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كالليل يسير كالسيل. جاءكم بجيش كشنو؟ كالليل يسير كالسيل، ووالله لو جاءكم صلى الله عليه وسلم وحده لنصره الله عليكم، فانظروا ما ترون والسلام. لاحظوا الخطاب، خطاب في حد ذاته حيسبب هزيمة نفسية لو وصل، لكن كان له هدف. والرسول صلى الله عليه وسلم استدعاه قال: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله والله لم أفعل ذلك ردة عن الإسلام ولا رضا بالكفر، ولكن يا رسول الله من معك من المهاجرين والأنصار لهم في قريش نسب يحمون أهاليهم وأموالهم هناك، وأنا كنت لصيقا بقريش أو حليفا لهم ليس لي معهم نسب، فلما فاتني النسب أردت أن أفعل هذا الشيء لأحمي به أهلي ومالي. قال: حبيت أعمل هذا الموضوع من أجل أن يعني يشعروا كأني عملت لهم معروفا فيحموا أهلي ومالي هناك، لأني ليس بيني وبينهم قرب، ليس إلا هذا هو الذي هدفت إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لصادق. يعني من؟ كعد حاطن بلتع. قال الفاروق: يا رسول الله دعني أضرب عنقه إنه قد نافق. يرسل خطاب يكشف به حركات الجيش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر إنه شهد بدرا وما يدريك رسوله أعلم. ونزل في حاطب رضي الله عنه وارضاه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وفي هذه الأحبة في هذه القصة بيان لفضيلة أهل بدر ورفعة منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. يعني حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم يعني ما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحتى يروى أن جبريل قال إن صلى الله عليه وسلم: ما تعدنا أهل بدر فيكم؟ قالوا يعني من خيارنا. قال: وكذلك من شهد من الملائكة، أو كما جاء عنه عليه السلام. المهم أيها الأحبة، الآن قريش انقطعت سبل وصول الأخبار إليها، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في التحرك إلى هذه المهمة العظيمة، ويأتي تفصيل بقية مجرياتها في الأيام القادمة أحيانا الله تعالى. أسأل الله تعالى يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل من سؤال؟ نعم. نعم. شهادة تحت المرأة شهادة المرأة شهادة المرأتان مقابل شهادة رجل واحد. نعم. في كم موضع من المواضع ممكن المرأة تشهد براء بدون شهادة أختها معها؟ نعم. ثاني في الميراث. الميراث يعني الأنصبة بتاعت الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. في هذه المواضع المرأة بيكون النصيب بتاعها أكبر من الرجل. نعم. نصيبها في الميراث.
والثالث والاخير اللي هو في الحلف بغير الله. مقدمه صغيره كده، احنا عندنا كنا في اداره من اداراتنا بنعمل لجنه، واللجنه دي تسوق يكون عليها يعني موظف كبير، نعم، ويسوق المتهم والشاهد لضريح بتاع شيخ من الشيوخ ويغير يحلف فيه ويحطه قدام المصحف يحلف من الفاتحه للناس بانه نعم. ما سرق. جزاك الله خير. يسأل عن شهادة المرأة مقارنة بشهادة الرجل. هذا الموضوع مفصل في كتب الفقه، والعلماء بيّنوا هذه المسائل وأحصوها، وهناك بعض المسائل يطلب فيها شهادة 4 شهود، وهناك مسائل يطلب فيها بشهادة رجلين، وهناك مسائل يطلب فيها بشهادة رجل واحد، وغيرها من التفاصيل. طيب، الله تعالى بيّن أن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، يعني إذا كان في بعض المسائل التي يطلب فيها بشهادة عدلين كالعدلين في مقابل الشاهد الواحد، والله تعالى حينما بيّن أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، فهذا ليس انتقاصاً للمرأة كما يريد أن يصور البعض، بل هذا لبيان طبيعة الرجل وطبيعة المرأة. الله تعالى يذكر هذا الحكم لبيان أن طبيعة المرأة تختلف من طبيعة الرجل، بالتالي شهادة المرأتين أسلم وأتم وأحكم. هناك مؤثرات تتعلق بشخصية المرأة من العاطفة وسرعة التأثر بالذات في المواقف الصعبة ونحو ذلك، فالله تعالى يعني شهادة المرأتين تعد شهادة الرجل، فليس الموضوع فيه انتقاص المرأة ولا هضم الحقوق ولا نحو ذلك، وإنما هو بيان يعني حكم بيّنه الله تعالى. والمؤمن أصلا ينبغي أن يسلم بحكم الله، لكن الموضوع ما عنده علاقة بقضية التقليل من شأن المرأة. في مسائل كما ذكر الأخ يعني قد تكفي شهادة المرأة، وهذا من فيما يتعلق بالأمور التي تعتبر من خصائص النساء، لا يطلع على النساء في الغالب، يعني مثلا شؤون النساء، الرضاع، المرأة هل أرضعت هذا الطفل أم لا، وشؤون الحيض والعدة والبكارة وغيرها من هذه المسائل، ففيها يعني قد تكفي شهادة المرأة أو النساء فقط. سأل عن الميراث. أيضا في الميراث الله تعالى بيّن في بعض أحكام الميراث أن الذكر له نصيب مال المرأتين، للذكر مثل حظ أنثيين. بعض الناس المعادل للإسلام ومن لم يفهم الإسلام ظنوا بأن ذلك فيه أيضا انتقاص من حق المرأة، والأمر ليس كذلك. لو تأملوا لعلموا أن الحكمة، كل الحكمة في تشريع الله تعالى. الميراث له مسائل كثيرة أيها الأحبة، فيها مسائل الرجل يرث ضعفي ما ترث المرأة، وفيها مسائل الرجل والمرأة يرثان بالتساوي كالإخوة لأم، فلكل واحد منهما السدس. طيب، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وفي مسائل البنت ترث 10 أخوان، البنت الواحدة هتشيل كم؟ النص، والعشرة هيشيلوا كم؟ نص الفضة، ما في مقام، معناها البنت هتشيل أضعاف أضعاف ما يأخذه الذكر. لو فرضنا أن شخص مار وترك بنتين وأخا، البنتين هيشيلن كم؟ تلتين، والأخ هيشيل التلت الباقي، هنا حصل شنو؟ تساوي. طيب، لو محل الأخ ده كانوا 15، معنا بنات حيكون أفضل منه. بل تتبعوا مسائل الميراث ووجدوا الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أكثر من الحالات التي يرث فيها الرجل أكثر من وراء. فقال لهم لو أردنا أن نطبق نظامكم وهو التساوي سيكون فيه ظلم للمرأة. أنتم أردتم أن تأتوا لها بحقها فستأتون لها بالنقيض، تظلمونها وتأخذون حقها. طيب، سؤال الأخير عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة،
من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، لا بطلاق لا بحرام لا بشمس لا قمر ولا بنبي ولا ولي ولا بغير ذلك. بعض الناس مستعد ان يحلف بالله، لكن لو جابوا له المصحف بخاف. طيب الحليف على المصحف حليف بالله، اصلا مفترض يكون تعظيم الله تعالى في القلب، تعظيم الله ينبغي ان يكون في القلب، فكما انك تخاف من الحلف على المصحف ينبغي ان تخاف من الحلف بالله تعالى من غير المصحف. لكن لما ضعف تعظيم الله جاءوا بالمصحف من باب التغليظ، لان المصحف له هيبه. بعض الناس يبلغ به يعني التقليل تعظيم الله في القلب انه يستطيع ان يحلف على المصحف من وهو كاذب ما عنده مشكله ويراه. طيب بعضهم سبحان الله مستعد يحلف كاذبا وعلى المصحف كاذبا، لكن وقالوا ارنا حلفك في الضريح الفلاني او في المكان الفلاني او عندنا كتاب، ما الكتاب المعروض فيه كتاب معين حنجيبه لك تعال عليه، هو بخاف بيقول لا ويعترف. يعني قبيح بالانسان ان يحب ان يعظم غير الله اكثر من تعظيمه لله. تحلف بالله وانت كاذب ما عندك مشكله تتجرأ، لو اراد قيل لك احلف بمخلوق مثلا تخاف، هذا قبيح بالله الانسان. من الاشياء الطريفه ان واحد من الناس يعني اتهم واحد بسرقه مال له واتاك نكر وقال مستعد يحلف، وجاءوا وجلسوا وجاء مستعد قال مستعد نحلف، والرجل ده قال لهم انا الشخص ده ما جبته المصحف العادي، لا المصحف ده بتعرفوه عنده مصحف كده عنده هاله كده وعملوه سمعه وانه بحلف فيه كاذب سيكون الانتقام عاجلا وما ادري ان صاحبه كتبه وهو صايم وانه ما بدخلوه الى الحله لانه قد ينزل عليها وباء، يعني شغلانيه كده معطينه هاله لزوم الرهبه اللي هو بيستعد يحلف هسه اشيله واجيبه. فالرجل لما قال كده قال يا جماعه لا شغلني جابت الموضوع ده انا بديكم الحقيقه، الزول ده انا اخذته ماله، اعترف اقر. والزول قال يا جماعه لحظه عشان ما يحصل قدر تقولوا ده مني انا وجبت الكتاب الفلاني، انتظروا. مشى وشال الشنطه وجاء امام الناس فتحها، وطبعا داخل الشنطه لا في بقطعه قماش وكذا، طلع الجوا عبارة عن عظم جمل، جاب له عظم جمل ولفاه وعمل له هالة يعني يرهب به الخصم ويشعر انه هذا هو الكتاب الفلاني وكذا. قال لي يا اخي معقول جاب لي عظم جمل يا اخي وانا كان عارف كان حلفتك؟ قال له حصل المطلوب. فالمقصود يعني انسان ما ينبغي ان يضعف تعظيمه لغير الله لله تعالى حتى يعني يصبح الله تعالى اهون شيء في قلبه، بل ينبغي ان يعظم الله وان يخاف منه وان يتورع عن اموال الناس فانها سحت وبلاء. نعم. عليكم السلام. نعم. نعم. عمال أبناء. نعم يقول الوالد هل ملزم يخرج زكاة الفطر عن أبنائه الذين أصبحوا يعملون وعندهم وظائف؟ إذا كان الإبن أصبح يعمل وعنده المقدرة أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه فيخرجها، يعني يخفف عن والده، والأفضل من ذلك أن يخرج زكاته وزكاة والده. يقول الوالدين ذاتي يا أخي والله الحمد لله أنا اشتغلت ومن حقكم علي أنه أنا ذاتي أدفع حقي وحقك. لا والله. وإذا كان ما قادر وما شغال فالوالد يخرج عنه وعن هؤلاء لأنه في النهاية هو الذي يعولهم. نعم. نعم. نعم لا مانع من قراءة القرآن من الموبايل بالنسبة للمرأة الحائض وللإنسان الغير مطهر سواء كان جنبا أو لا اذا كان يعني غير متوضئ، الجنوب اصلا من الراس ما يقرا. ما في مانع لان المصحف الذي في الموبايل ليس له حكم المصحف المطبوع. المصحف المطبوع له قدسيه لا يمس الانسان الا وهو
طاهر ولا يوضع شيء فوقه ونحو ذلك. لا، في الموبايل ما في مانع، يعني تقرأ منه الحائض ويقرأ منه الإنسان على غير وضوء، ما في حرج. نعم، أيوه. نعم، حكم إخراج زكاة الفطر نقدا مسألة خلافية بين العلماء. بعض العلماء يرى عدم جواز إخراج زكاة الفطر فيه زكاة الفطر صاعا من طعام، فقال الله صلى الله عليه وسلم نص على الطعام فلا تخرج إلا من طعام. والبعض العلماء القول الثاني ذهبوا إلى أنه لا حرج في إخراج زكاة الفطر بالنقد بالقيمة، قالوا لأن المقصود هو يعني تطهير الصائم اللغو والرفث وإعانة المسكين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني طهرة للصائم اللغو والرفث وطعم للمساكين. قالوا فإذا كانت القيمة تحقق المقصود وهي أنفع للمسكين وأنسب لحاجته أو لوقته أو للبلد الذي هو فيه فيتحقق المقصود، فقالوا لا حرج في ذلك. وأيضا قالوا كما أن الزكاة المفروضة أحيانا تخرج القيمة عن العين، يعني مثلا من عنده سلع تجارية عروض التجارة لا يخرجها من ذات العروض إنما يخرج قيمتها ونحو ذلك، قالوا فكذلك يجوز لزكاة الفطر إخراج القيمة. فالأمر فيه خلاف وفيه سعة إن شاء الله، من أخرجها قيمة يجزي ومن أخرجها طعام يجزي وهو أفضل. نعم، عليكم السلام. نعم، زكاة الفطر لي جزاك الله خير عمدة. زكاة الفطر للأخت الشقيقة المتزوجة، طيب ما في مانع يا أحبة إذا كان الإنسان يريد أن يدفع زكاة فطره لأخته أو لأخيه أو لغير من الأقرباء، ما في مانع تعطيهم زكاة الفطر. يعني الممنوع أن تعطي زكاة الفطر للوالدين وللأبناء، الأصول والفروع، الأب والأم والجد والحبوبة والابن والبنت ومن تناسل منهم، هؤلاء لا يعطون لا من الزكاة الواجبة ولا من زكاة الفطر. أما الإخوة والأخوات وغيرهم ما في مانع تعطي زكاة فطرك لأختك لك محتاج. وبرضه لو إنسان داير يخرجها عنها، عنده أخت عليها زكاة فطر كما هو على سائر الناس ويعلم أن وضعها يعني ليس على ما يرام ويريد أن يريحها من باب البر بها، قل لا يا أخي فديتك وفدية أولادك الموضوع ده ما تشيل له هم، أنا أخرجه عنك جزاه الله خيرا هذا أو عن والديك. نعم نعم بيقول واعد شخص بعدين يجي شخص آخر سأله وقال أكذب ولا أقول له الحقيقة؟ يعني ولدنا صغير يسأل أسئلة كبار، يعني أحيانا في بعض الإجابات محرجة، يعني أحيانا الواحد يسأل سؤال إذا قال الحقيقة يعني ربما هو خش في إحراج أو لربما الإجابة يترتب عليها أمر يتعلق بالطرف الآخر، وإذا لم تجب بالحقيقة لربما تدخل بالكذب، مش كده؟ المطلوب حينئذ إذا كانت إجابتك بالصدق وبيان الحقيقة لا يترتب عليها ضرر قل الحقيقة، كن صادقا والله تعالى يعطي على الصدق ما لا يعطي على الكذب، والصدق منجاة والكذب مهلك. إذا كان الإجابة فيها حرج لك أو في حرج للطرف الثاني ففي المعارض مندوح عن الكذب، اديهم كلام اطلع به من الموضوع بدون ما تكون وقعت في الكذب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم بدر سأل زول قال له كم عدد المشركين؟ قال لهم من أنتم؟ قال له أخبرتنا أخبرناك، قال لهم يذبحوا في اليوم بين 9% من الجزور، قال له تمام من أنتم؟ قالوا من ماء، وانصرف عليه الصلاة والسلام خلاه يفكر من ماء، من أي ماء؟ من ماء دجلة، من ماء الفرات، من ماء وين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ما كذب، كلنا مخلوقون من إما. وأيضا الصديق لما كان في الطريق ماشي إلى المدينة الناس يلقونه من الذي معك؟
لو قال محمد عليه الصلاة والسلام الخبر سيطير إلى مكة، أصلا مكة باز لمئة ناقة من أجل معرفة طريقه، ولو قال اسم آخر يقع في الكذب، فكان يقول هاد يهديني إلى الطريق، يقول بدي دليل بيعرف الطريق وأنا ماشي معه، وهم يظنون الطريق المحسوس الذي يمشون فيه الطريق البري، وهو يقصد طريق الآخرة، هذا يدل على الطريق الموصل إلى الله تعالى، فما كذب وفي نفس الوقت قال كلاما يعني أخرجه من الحرج. مثلا أنت واحد عزمك على جيت لقيت فطور وقال لك تفضل كل، أنت ما تريد أن تأكل، وإما طعام ما ينفع معك أو أنك مستعجل أو لأمر ما، ولو قلت لهم لا أنا فاطر فهم سيفهموا أنك أكلت، مش كده؟ أنت ناوي أنك ما صايم، أنت قلت وأنت ناوي فاطر يعني ما صايم، فهم يفهمون شيئا أن تفهم شيئا قاصد شيئا آخر، ما يعتبر كذب إنما يعتبر معارض. هذه المعارض اللي يحب الإنسان يستعملها في حدود ضيقة عند الحاجة إليه للخروج من الحرج وإلى الأصل الصراحة. طيب آخر سؤال إن شاء الله إذا فينا أختم به إلا في الدعاء. نعم. بيقول زكاة الفطر لو الزوجة شقالة الزكاة عليها ولا على الزوج؟ على الزوج، لأنه هو المسؤول من النفقة، لكن لو طلعتها هي جائزة تكون ريحتها. ومن الأشياء الطريبة اللي يحبها العلماء قالوا المرأة التي عندها مال يجوز لها أن تعطي زكاتها لزوجها، الزوج ما يجوز. ومن أدلة في ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود كان من فقراء الصحابة، وهو صاحب القصة المشهورة يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله ليأتي له بمسواك ومسك فرع الشجرة وحناه وأراد أن يكسر المسواك، فجاءت الريح وحركت الفرع فارتفع مع الفرع، كان نحيفا دقيق الساقين، فالصحابة ضحكوا، الفرع رفع فوق، قال أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله إنها عند الله أثقل من جبل أحد. عبرة قال لهم ما بالأشكال. ابن مسعود زوجته كانت ما شاء الله وضعها المادي كويس، كلمت واحد من الصحابة قال يا أخي أمشي للرسول عليه الصلاة والسلام قل له ممكن المرأة تعطي زكاتها لزوجها وما توريه به، تسأل سؤال عام. وجاء الرجل وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصحابة زي الوالد، وأحيانا بيحتاج يستفصل ليرتب على ذلك أحكام أو ليعرف الأسرة، وقال له الرجل السؤال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له من السائلة؟ قال له زينب. قال أي الزيانب؟ قال زوجة عبد الله بن مسعود. والرسول عليه السلام بيّن له أن ذلك يجوز، يجوز لها أن تعطي الزكاة لزوجها. بعد ذلك حتى لو انفق على البيت ما في مشكلة، ربنا كتر من النوعية سيد بابك. فهذا بيان حكم هذه المسألة. أسأل الله تعالى يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى. اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا آمالنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا واجعل إلى جنات عدن مآلنا. اللهم فرج همومنا يا رب العالمين، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس المبارك نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم إخوانا على سر متقابلين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.